عسلامة. اليوم باش نعملو دجاج راس العام. انا الدجاج نتاعي حليته بالسكينه كما قاعدين تراو باش يصدر لي تيبلي فيسع. صمتو في الماء، ربطت الدجاجه صمتها في الماء وقرفه ما حطيت فيه شويه قرفه شويه قارص، ترونشيت قارص معناتها رن، وحطيت فيه الملح وشويه كركم. توا بعد ما صمت الدجاجه نتاعي حضرت لها تتبيله اللي هي تابلو كرويه. عندي شويه بلوتو كليل ملحي بالكدا، وهذا زعتر، كركم، ملح، ثوم، شويه فلفل احمر، شويه تابلو كرويه، وشويه فلفل اكحل. هذوما نصبهم لهنا نزيدهم عصير تاع قارص ونزيدهم الزيت. هذه هي تتبيلة، زدتها الزيت والقارص، وطوى باش ندهن بها الدجاج نتاعي كيف ما هكا. باهي، انا دجاجتي نكمل ندهنهم ونحطهم في البلاتو هذا ونكمل نوريكم. نكملو ندهنوها بالكدا، بعد نهزو نحطوها في البلاتو كيف ما هكا. نجيو للثوم نحلوه ونحطوه في وسط الدجاجة من داخل لهنا، نحطو سنتين ثوم محلولين من القلب نتاعو. هذه الدجاجة الثانية نتاعنا كيف كيف، وهذا البقية نزيدوه الماء ونصبوه في وسط البلاتو. هذا هو زيتو شوية ماء، وتوا بعد كي نمشي نصبو في البلاتو نتاعي. فوالا، توا أنا قاعدة نطيب في البطاطا نص طياب باش نجيب نحطها، ونجمو نحطو البصل مقصوص ترونشيت صغار وشوية قارص. توا هذوما الدجاجتين نتاعي، حطيت البصل، حطيت ترونشيت القارص، حطيت سنون ثوم باش نحطهم في الفور. البطاطا قاعدة تطيب نص طياب، كي نزيدها نوريها لكم. هذا الماء اللي صمت فيه الدجاج باش نصفيه ونطيب فيه الروس. هذه البطاطا نتاعي طيبتها في الماء اللي صمت فيه الدجاج، نزيد فيها هذه هي البطاطا. توا قاعدين نزيدو فيها، وبقيت الماء نزيدو للدجاج خاطر كيما قلنا هو مفوح. توا باش نرجعو الدجاج نتاعنا يطيب. توا الدجاج نتاعي كيما تراو طاب، سي بون طاب، خاطر جرحنا الزدر وكي صمتناه صمتناه على الصدر باش الزدر يطيب فيسع. توا مقعد كان نذوبو شوية زبدة، نحطو فيها شوية كركم، ندهنوها الزبدة ما نحطوهاش من الاول تحفق لنا الدجاج. توا بعد ما دهنا الدجاج نتاعنا حضرت شوية طماطم وفلفل باش نحطهم، ونرجعها تيب شوية ونقصوا عليها. ان شاء الله تكون عجبتكم الرسيت. ما تنسيوش ابوني فو ما شين، سي غراتوي. فما كلمة ابوني تحت الفيديو مكتوبة بالروش، وفما كلوش بجنب الفيديو تكليك عليه كل ما نهبط روسيت جديدة تجيكم نوتيفيكاسيون. فوالا، الروز نتاعي طاب وطوى الدجاجة طابت، نرجعوها شوية تحمار وكهو. بسلامة.